بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاد ليس فقط أن يذهب الإنسان إلى الحرب فيقتل ويقتل، لا، هذا نوع من الجهاد. ولذا جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وفي حديث آخر، رجعتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. الحضور في ميدان الحرب والإنسان يقتل ويقتل، هذا في الحقيقة شيء هين، لأن الحرب فيها نوع من الغرور وفيها نوع من الانتصار والانكسار، وهذه يعني الحرب تغري. الحرب معنفة انسماعات فيها إغراء. أما أنت وأنا تعرف وأعرف كيف نتمكن من العمل في سبيل التقدم، هذا هو الشيء المشكل، وهذا هو الشيء الذي يحتاج إلى الضغط على الأعصاب 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، أكثر أقل، هذا هو شعوره. أحيانا إنسان يغضب في مكان وغضبه يسبب ضرر. أن تعرف أن لا تغضب مع وجود جميع مؤهلات الغضب، وأن تتمكن أن تضغط على نفسك حتى لا يأتي منك الغضب، هذا هو الجهد، وهذا أصعب من ذاك الجهد، لأنك إذا ضربت في ذاك الجهد فأنت منتصر، وإذا ضربت فليس باختيارك. أما أنه تدوس على نفسك وتضغط على أعصابك حتى تتمكن أن تتقدم، هذا هو الشيء المشكل، لأن هذا باختيارك، باختيارك تتبع جماح لسانك، هذا هو الشيء المشكل، وهذا هو الذي يحتاج إلى إعداد نفسي، يعني أن الإنسان يعد نفسه لهذا الشيء. وأصلاً فضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً. المجاهدون مو معنى فقط الذين يحاربون، هذا هو الشيء المشكل الذي يحتاج إلى الإعداد النفسي والإعداد الفكري وتوجيه الطاقة. الشيء الأول الذي يجب علينا أن نعمله إذا أردنا التقدم، أن نعمل باستمرار وبمستوى. الحرب أحياناً سنة، وأحياناً 6 أشهر، وأحياناً شهر، وأحياناً 6 أيام. أما حربك مع الاجتماع في سبيل التقدم ومع نفسك تحتاج إلى 60 سنة. أنت تتقدم 70 سنة، 80 سنة، يحتاج إلى هالبعد الزمن. وإنسان في 50-60 سنة يسير، هذا في الحقيقة من أشكل الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول شيبتني سورة هود، هذا الواقع، ما شيبت رسول الله الحروب، وإنما شيبت رسول الله استقام، نتصور واستقام شسا. من راجع تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته فقط، كيف كان يعاشرهن، يشوف أن الرسول شنو من جهاد كان يجاهد في داره الذي هو أصعب من جهاده في ساعته. لو أن إنسانا ضرب بسيف على يده هذا شيء طيب، لأن الضربة في لحظة، وطارت اليد في لحظة، وجبرت اليد في لحظة أو في شهر أو في أسبوع. لكن لو أن إنساناً
سبك وأنت مجبور يجب أن تسب، يجب أن تعاشر. هذا في الحقيقة هو الجهاد. ولذا الرسول لما سمى الجهاد والحرب جهادا أصغر هذا صادق. الرسول في كل كلامه صادق صلى الله عليه وسلم، لكنه صادق نفهم صدقه. يعني هذا شيء صعب الواقع أن تعمل باستمرار الشيء الأول، وأن يكون بمستوى، يعني أنت مستواك أن يكون منبرك 10,000 إنسان تحت منبرك، مثلاً في محارب أن يكون تحت منبرك 50 إنسان، هذا ما عملت بمستوى. يتبين أن هناك في الميزان نقص، هذا النقص كنت أنت سببه. لا، كان بإمكانك أن تربي 100 إنسان، ربيت 10، هذا نقص فيه، نقص فيه، لأن كل إنسان له مستوى. المستوى يجب أن يلاحظ ثم نعمل. يعني أن نخلو بأنفسنا ما هو مستوى يعني؟ في المنبر، في التعليم، في المحراب، في هداية الناس، أن نفكر المستوى، المؤهلات، الخصوصيات المحيطة بالإنسان. حقيقة هل عملي بمستواي أو ليس عملي بمستواي؟ فإذا عملي بمستواي فبهون، وإذا عملي مو بمستواي يجب أن أجاهد وأوقاف حتى يكون عملي بمستواي. والدليل على أن أعمالنا كلنا ليست بمستوياتنا، الأشخاص الذين هم أمثالنا وأكثر عملاً، هذا دليل. إذا رأينا مثلاً المجلس ألف 1000 كتاب ونفس القدرات الموجودة للمجلس موجودة لي، وإنما بل قدراتي أكثر من قدرات المجلس، لأن في زمان المجلس ما كانت المكاتب الضخمة وما كانت هالكهرباءات الموجودة. لا، أكو فرق بين الأحلام القصبية التي تحتاج أن صفحة تكتب وتضرب القلم في الدوات 100 مرة حتى تكتب صفحة، أو أن القلم مرة واحدة ويكتب القلم 10 صفحات. ولا صالح البراغاني صاحب التفسير، هذا له 3 تفاسير، أنا رأيت التفسير الكبير له، تفسيره الكبير إذا طبع في طبع البحار الحديث 100 مجلد. أنا شوف هذا كل ذكروا في أحواله، والرجال يشهد بذلك، رجع الرجال أنه كان يكتب من ثقله على ورق الشجر، رجع الثالث فقيره ما عنده شيء. فإذا أنا مع توفر الوسائل الكهربائية والقلمية والورقية والتشجيعات الخارجية وهي الطباعة وما أشبه كنت أقل من ذلك، هذا معناه على أنه ما عملت أنا بمستوى. الإمام أمير المؤمنين ميزان الأعمال، معنى قومه ميزان الأعمال هو هذا. يعني يجمعون علي بن أبي طالب يقولون لفلان صحابي من صحابي رسول الله، هل كنت تتمكن أن تصلي 100 ركعة الليل أم لا؟ ليت مكان يقول له ما كنت يقول هذا علي بن أبي طالب، مع أنه هو بشر من الصبح لا أكثر ولا أكثر. هل كنت تتمكن على الأقل أن لا تفر في أحد؟ يقول لي لماذا فررت؟ هذا علي بن أبي طالب ميزان، السلام عليك يا ميزان الأعمال. فالدليل على أننا لا نعمل بالمستوى الأناس العاملون، الأناس العاملون دليل. هذا شغل أن نعمل باستمرار وبمستوى. الشيء الثاني، العمل يحتاج إلى برودة أعصاب، بالعكس من أغلب رجال الدين الذين يقولون أنا ما أتحمل، أنا ما أتحمل شيء، ما أتمكن. العمل يحتاج إلى برودة الدم وبرودة الأعصاب، وهذا في الحقيقة أهم بنود النجاح في الحياة. الطريق مو مفروشة بالورود والأزهار، والأنبياء كما هم أسوة في الصلاة والزكاة والصوم والحج، الأنبياء أسوة أيضا في هذا الشأن. أنا أظن أن الأنبياء والأئمة من أكثر الناس برودة للأعصاب. الناس يقرؤون فتوحات علي عليه الصلاة والسلام وضربات علي عليه الصلاة والسلام، يجب أن يقرأوا إلى جنبه أنه كيف كان يعاشر الخلفاء وغير الخلفاء بأعصاب من أبرد ما يكون ومن أبرد ما يكون. إنسان قتل زوجة إنسان
ثم يصلي القبوله ويجلس معه ويرقص معه ويعطيه استشاره وكل شيء وكان كل اي شيء له. هذا كم يحتاج الى برودة اعصاب؟ اقل شيء يقول انا شيخ في الموضوع. مثل ما نقول نحن الان انا شيخ في الموضوع، هذا يحتاج الى برودة اعصاب؟ انه اعاشر اناس بكل برودة لأن أدري في هذا تقليل الإسلام، يعني أسحق على مصالحي مهما كانت في سبيل الوصول إلى الهدف. وكذلك معاشرة الإمام الحسن والإمام الحسين، قسم من الناس يظنون يقولون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مثل الإمام الحسن. الإمام الحسين نفس الاستمرار اللي استمر الإمام الحسن استمر الإمام الحسين، وإنما في قصة فجائية، مو فجائية بالنسبة للإمام الحسين، ها فجائية زمنية أقصد، الإمام الحسين قتل وإلا نفس الامتداد الصبري للإمام الحسن نفس الامتداد الصبري للإمام الحسين. فخلاهم في أي الألوان. هذا هو الشيء الثاني الذي يجب على الإنسان أن يستوعبه عمليا، لأن النظريات أشياء بسيطة، نظريا بسيطة، أما عملياً الإنسان يستوعب برودة الأعصاب. هذا منافق، هذا فاسق، هذا زنديق، هذا كافر، هذا منحرف، هذا يسلب، هذا يشتم، هذا مرابي، هذا خمار، هذا فاسق، ثم تعاشرهم كلهم في سبيل هدفك وفي سبيل أن تأتي تدريجياً بهم. هذا شيء صعب. أصلاً نحن تأخرنا لأجل أنه هذا الشيء إيراني موجود فينا إلا قليل. يقول لا، أنا أقول الإيرانيين داغش الأبواب. الحقيقة الغربيين عينوا لنا نحن المتدينين دائرة خاصة، وهم أخذوا كل الحياة، دائرة صلاة الجماعة، دائرة المرجعية التقليدية في لون خاص، دائرة منبر، دائرة التعليم، هاي فرد دائرة خاصة يعلوها لنا خلاص، كل الدوائر أخذوها، دائرة الإذاعة، دائرة التلفزيون، دائرة الصحف، دائرة المدارس، دائرة الوظائف، دائرة الجيش، دائرة الأمن، دائرة الكذا، كل أخذوها. ونحن ضيقنا إلى حد الخلف. مو مهم أن تكون أنت إنسانا في دائرة منبرك أو محرابك أو تأليفك إنسانا ناجحا، المهم أنك تتمكن أن تخرق هذه الدوائر إلى دوائر أخرى تسترجع. كل الكويت مثلا كانت لك، كل العراق كانت لك، كل إيران كانت لك، دينيا أكثر. ثم حصروك في المدرسة، لكن في المدرسة أنت تركض من هنا إلى هنا، أنت الناجح والإنسان غير الناجح فقط في هذه الغرفة، فرق بين الناجحين وغير الناجحين هو هذا الموضوع. ناجحنا في هذه الدائرة ناجح، إمام جماعة 10,000 وراء. فاشلنا في هذه الدائرة فاشل، إمام جماعة 10 أشخاص وراء. أما الدوائر الأخرى، دوائر الحياة الأخرى مو موجودة، مو مربوطة. لا دائرة المال، لا دائرة القوة، لا دائرة الإعلام، لا أي دوائر. إذا أردت الاختراق والتقدم هذا يحتاج إلى برودة أعصاب. يعني هناك أشواك أقوى، هنا ماكو أشواك، لأن هذه هي الدائرة التي نحن فيها وبقيت لنا. أن تذهب إلى سائر الدوائر وأن تخرق وأن تتقدم هذا يحتاج حقيقة إلى برودة أعصاب. من المعروف أصلاً الإنجليزيون إنما نجحوا في الحياة الآن مدة 8 قرون، من 100 سنة مش قليل واقع، يعيشونها بنجاح. شنو هو معروف عن برودة الأعصاب؟ عندهم برودة، عندهم هدوء تفكير في أخذهم الحياة. ولا تقولوا أن الإنجليز لا يكونون لنا أسوة. عيسى عليه الصلاة والسلام قال مثل الحكمة كمثل اللؤلؤ تأخذه حتى من فم كلب. مضمونه هذا، مضمون كلام عيسى عليه الصلاة والسلام. ولما أمير المؤمنين قال انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. سرهم برودة أعصابهم. قصة مشهورة أن السفير الإنجليزي في إيران هذا استأجر دابة مع مترجمه ليذهب من طهران إلى إمام داوود والبخاري معه،
البخاري أول ما تحرك يدري على أن هذا مترجم ويعرف اللغة الفارسية، يظن أنهما إنجليزيان يعرفان اللغة الإنجليزية. من أول ما تحرك أخذ يصب، يصب بريطانيا العظمى ويصب السفير ويصب المسيحيين ويصب هؤلاء سقطا مستمرا. هذا المترجم صدر 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 صدر، أخي ما صدر في وقت الطريق، توجه إلى السفير قال هل تعلم هذا ماذا يقول؟ قال لا يعرف اللغة الفارسية. قال هذا يسبك من أول الطريق إلى هنا. السفير سأل منه هل أنه يوصلني إلى إمام داد داوود؟ قال أنا مقصدي أن أصل إلى إمام داد داوود. يصدق وما يصدق. الحقيقة هذه القصة على صغرها جدا قصة عجيبة. مهمتك أن تبني مسجدا في هذه المنطقة. تمكنت وما تمكنت، المهم هالجلد تمكنت نجح، لم تتمكن اذا تجيب الف اذن الجيران ما حلوا، فلان سبني، فلان ما اعطاني فلوس، فلان ما تحملته، فلان اهانه بالفعل، ماشي انت. المهم ان نسير الى الاهداف ببروده اعصاب. اذا تمكنت من هذا الشيء نسترجع الحياه تدريجيا. قسم أنا أسترجع وقسم أنت وقسم فلان صديق وقسم فلان صديق تدريجيا يصير فرد كومة. وإذا ما تمكنت من هذا الشيء فأنت وأنا فاشلان. حاج يوسف كمال عدنا الله يحفظه يقول أنا كنت طفل. حاج يوسف كمال المعنى يقول أنا كنت طفل مش في الشرق لكن الوقت المنطقة اللي كانت من الكويت تيلة الشيء الإنجليزيين يلبسونه يسموه تيلة. تيلة عبارة عن كنترون وعبارة عن دشداشة ملصق بالبنطلون وخلاوة عنية، لباس غريب في البلد ذاك اليوم. يقول هذا السفير الإنجليزي كان يمر من قصره إلى بيته من بيته إلى قصره على كله. يقول ترى اليوم إحنا جهال في العدل ده يلعب. هذا الإنجليزي مار. يقول هذا الإنجليزي من مار وقت اللي راح من عدنا حاج يوسف كمال صاحب القصة. يقول قام ينصفق إنجليزي أبو تيلة عسى يموت الليلة وراك. هو يقول أنا مران صفت إنجليزي سفير إنجليزي أبو تيلة عسى يموت الليلة يعني إن شاء الله الليلة يموت. يقول شوية صفت محلته هو راح بعدين توجه الليلة قام يضحك قال الليلة أصفته سكت قال عسى يموت الليلة ويجي واحد مكانه غيره زي أبو تخلل. أما إذا أنت كنت أو أنا فعلا سيطروا على الحياة 8 سنة لبرودة أعصاب. فالشيء الثاني الذي نحن نحتاجه وفي الحقيقة هذا يحتاج إلى عمل، مو يحتاج إلى أن أقول أنا وتسمع أنت وهذا هو. نحتاج إلى برودة أعصاب العاملين. العمل يحتاج إلى برودة أعصاب. الشيء الأول العمل المستمر بمستوى، والشيء الثاني برودة أعصاب. شيخ زين العابدين المازندراني الله يرحمه هذا المرجع وصار في زمانه مرجع أعلى في كربلاء وتصويره موجود كمان. هذا ينقلون منه أنه كان رجل مثالي في برودة الأعصاب. فأنت الحقيقة المنبري المعصابي المرجع هذا الكل يحتاجون برودة الأعصاب. أي منبر صعدت ما كفر من فرد لا يستشكل عليه. الوش أنا عشت إلى قرأت الوش زدت الوش نقصت الوش تكلمت يعلق عليك كذا كذلك المرجع كذلك المؤلف كذلك المحرابي الوش إضرارنا ولا الضالين ما كذا سويت الوش ما رفعت الوش ما قبضت كل هذا إشكالة المعروف. يقولون هذا في اليوم من بيته ينهب إلى الحضرة شيخ المعروفين ما دردراني الله يرحمه فرد سيد يجي وطلب منه المال شيخ المعروفين ما هو يأكله ما يقطع ثم عبدي ثم بعدي أصر عليه وأصر وأصر حتى وصل الشيخ المعبدين إلى باب الحضرة معه جماعة أيضا لكن هذا لم يحكي هذا لم يحكي. لما وصل الشيخ المعبدين إلى باب الحضرة السيد ازداد غضبا وبصق في وجه الشيخ المعبدين مرجع تبليغ ومعه جماعته وشخصية بصق السيد في وجهه
شيخ العابدين مسح البطاقة على وجهه وقال: أرجو أن يكون جدك شفيعا يوم القيامة ببركة هذا البطاق الذي مسحته على وجهه. قال يتمكن يصير مرجع. كان عندنا في كربلاء شيخ حسين الموصلي يجي الله يحفظه موجود في موصل. هو الإنسان واقع عنده صدع عجيب. هو نقل لي هالقصة. يقول: ذات يوم أنا كنت جالسا في صحن الحسين مكان اللي أنا كنت أصلي أنا محمد جنب باب الزينبية. يقول: كنت جالس هناك مع فرد واحد من أعداء أصحاب الحسن، أصحاب الحسن الله يرحمه الإصفهاني المعروف. يقول: كنت جالس هناك وإذا أصحاب الحسن مع حاشيته طلع من الكشوانية يقصد البيت، يقصد البيت مرورهم على باب الزينبية. يعني إحنا هنا بعدين ومننا طلع يمر الناس. يقول: هذا اللي كان يمي قاعد ومن أعداء أصحاب الحسن قال لي إلي لسه أروح في حقه، يعني لو العذر أروح في حقه. قلت له: يا شيخ اتق الله، متى تحق سيد شفاي وعالم ماجه؟ قال لي: لا. يقول راح، يقول راح أنا قاعد هنا بعد ربع ساعة هشك العشر دقائق هشك الرجع شفت هذه ارتجت أصلا ترجع ارتجت بلا اختيار. الرجع عجيب في بدل جميل بكلي اتكلم ايه يا ابني وكان يبكي ايش فيه؟ بعدين اللي شوي سكر من ارتجافي ومن بكائي يقول سكر. قال لي: قلت ايش فيك؟ شنو صار؟ يا رحت يا واش ترى هذا مع جماعته جماعتي وراه هو صار الحسن مقدم. يقول: رحت جنب صار الحسن واخذت اسدك وانسب في غنمه. هو ما يقولش ايش فيه. يقول: حتى وصل الى باب البيت قال لي دقيقه. يقول: راح في البيت وجاب لي فرد باكيت. يقول: قال له عطيس روان فرطاني وقال: ايش وقت انت عندك حاجة تعال مني وفرطاش. بعدين وقت اللي اخذت منه فرطاني قال لي: انا كنت سب ارضه لكن سب ارض ما ارضه. يقول: هل كلمة مصدر الحسن بين انه صار لي عرضيا في ارضية. يقول: اوجدت في هذه الحالة رد الفعلية. لكن نبت هذا مصدر الحسن تدرون ان النتيجة شنو احد؟ نتيجة على أنه نوري سعيد ذاك اليوم كان يدير كل الشرق الأوسط مو العراق. كان وقت اللي يطلع على سلام الحسن، سلام الحسن لا يقول له يقبل رجل سلام الحسن هنا ما يقبل قبل. يعني هاي المقدمة لها هاي النتيجة بطبيعي. الشيء الثاني الذي نحن نحتاجه في كفاحنا في الحياة وتقديمنا إلى الأمام نحتاج ربولة أعصار. وأنا أذكر في زمان سلام الحسن رجال الدين إيش كثر كانوا محترمين واقع. أنا أذكر إيش سيد ابن علوي رجل الدين ذاك اليوم في منطقته يعني حاكم العقد بأيديهم والطلاق بأيديهم والبيع بأيديهم والشراء بأيديهم والهبة بأيديهم والأوقاف بأيديهم والأيتام بأيديهم والسيادة بأيديهم وكل شيء بأيديهم. في الشيء الثاني الذي نحن نحتاجه احتياج إلى برودة أعصاب في التحديد من الأمور. الشيء الأول العمل مستمرا وبمستوى. الشيء الثاني برودة الأعصاب. أنت عندك هدفك إذا وصلت إليه فأنت إنسان ناجح. هذا فرد واحد اسمه علي جاه محمد في أمريكا له قصة طويلة. اتفاق عن قبل شهر يوم فرد واحد كان كاتب لي كتاب حول علي جاه محمد وكاتب لي اشياء عجيبه بالكتاب واقع. فرد عالم رائع هناك كاتب الكتاب كان صديق من المجلة الى كربلاء. هو كاتب لي كتاب على انه لازم انت تساعدني. كاتب لي انت تساعدني في هذا الموضوع حتى نتمكن ان نسيطر على هؤلاء. في كتاب يذكر يقول هذول عندهم في امريكا 250 مسجد في امريكا اتباع هذا الرجل 10 ملايين الان من المسلمين لكن مو فاهمين التشيع وهم على استعداد للتفاهم لكن يحتاجوا لمساعدات مساعدات مادية ومعنوية. شاهدت في هذا محمد علي جاه هذا يقولون هالشكل. هو كان تاجر صانع تاجر حرير 30 سنة من عمره محمد علي جاه وبعد 30 من عمره إلى قبل سنة 3 سنوات اللي مات وقع في طريق الإسلام والدعوة إلى الله تعالى وفرد تاجر حرير هو الذي سبب إسلامه. في قصة طويلة القصة مذكورة في الكتب وفي الصحف. هذا سنة ما قدره 10 ملايين إنسان يتمكن أن يجعل من الكفار المسلمين
هذا في الحقيقة يعتبر التصور أصلاً. هذا كاتبني هذا محمد سرور، شيخ محمد سرور، عندي إلى كربلاء كاتبه في أمريكا، كتب على أنه ساعدني مادياً ومعنوياً حتى نتمكن من إمالتهم إلى هذا الصور. شهادة في هذه الكلمة، يقولون هذا كان من ميزات لبروبة الأنصار. الزنوج يطلعون بالشوارع متظاهرين ضد الحكومة الأمريكية، الحكومة الأمريكية ترسل إليهم من يقتلهم ويحفظهم ويوديهم للسجن وهو زعيمهم. هذا يضاهر. يقولون مثلا السلاح طلب حركة، يقول شو تتحرك أمام الضباط؟ أنت لازم تقعد في بيتك وتشرب الشاي وتفكر على أن هؤلاء الذين أخذوا كيف تقدر تتمكن من إطلاق سراحهم؟ فيجي إلى البيت يسوي شاي ويشرب ويفكر وكذا، حتى شلون يطلق سراحه هؤلاء؟ أما الله! والواقع هذا الرجل يحتاج إلى درس في أحواله، أن إنسان واحد كيف تتمكن 10 ملايين. فيحتاج الإنسان الذي يريد تقديم الحياة إلى الأمام إلى برودة أعصاب وإلى هدوء. هذا شيء ثاني. الشيء الثالث وهو الشيء الذي نحن أبعد منه كل حزاب، أن نغزو وسائل الحياة. لكل حياة وسائل. حياتنا اليوم وسيلة الكهرباء، وسيلة المروحة، وسيلة الجيش، وسيلة السيارة، وسيلة الطائرة، سائر الوسائل. نفس اللون وسائل التقدم الحياة. هذا الشيء الثالث. يعني أنه نحن نحتاج إلى معرفة الناس وسائل الحياة. كان عند اللعب الجفال في كربلاء أطفال صغار، أحدهم يأخذ يد الآخر، ما قصد 30 سنة كامل. يقولون في الشعر الفارسي يحس على ما أدري شنو هذا المعنى. يأخذون يتبعهم بعض شعر الفارسي يقولون حموم ما مرشد بشنو باشو قلت. من أول الموضوع إلى آخر الموضوع. حسب الحقيقة نحن في أعمالنا نفس الشيء. حموم ما مرشد بشنو باشو. روح منبر، روح محراب، افتح فريق تأليف، قلت له خلاص. شنو بعد الدعم؟ هل فكرنا في حقيقة ذات يوم لماذا هل الوسائل الإعلامية العالمية كلها مربوطة بنا؟ هل فكرنا ذات يوم لماذا هذا المال المتدفق الهائل أسلم في تحت توجيهنا معنا؟ الذي يستفيد منه اليهودي والمسيحي والمسلم والفاسق والعادل وكل الأمم، أما نحن لا نستفيد منه التوجيه أخذاً في كل ألوان الحياة. حاج محمد كبازار قال لي أنا رحت إلى أمريكا قبل 5 سنوات هناك شركة فورد، هذا الفورد اللي يطلع السيارات هذا، يقول هاي شركة فورد. رحت أنا شفت هذا الشيء. حاج محمد يقول شفت فرد قايش، قايش فرد تدرون شنو؟ يقول شفت فرد قايش طولها 6 كيلومترات أبعد. يقول في أول القايش يجعل أول جزء من السيارة، وفي آخر القائش سيارة مكملة مغلفة تجي. هل فكرتم في هذه هالشكل سيارات؟ لماذا ما تؤذن 100 سيارة للتبليغ؟ لماذا لا؟ حيث أنا ما نفكر في هذه الأشياء؟ يعني ما نفكر في غزو وسائل العصر؟ احنا فاطين هذه المسجد مغرب أروح أصلي، زائداً الحمد لله، ناقصاً الحمد لله، بعدين هامت على بيتنا بعد عدل يجوم نقصر وفلان إنسان ناجح صارت معدرة آلاف وبيته 1000 لا أكثر ولا أقل من ذلك. أما غزو وتقدم وحياة ما انتهى الآن. فرق سيارة مضاعفة على فلان، واحد يشتري 100 دينار و 150 دينار اللي هي تخوف أكثر مما يمشي الإنسان راجل. أحياناً أنا أخاف سيارة الاستخارة، ومرتين أظن سيارة الاستخارة أن يوصلني إلى الجنة. لماذا ما نفكر في وسائل العصر الواقع؟ هي يحتاج إلى نوع من التفكير ونوع من العمل. إذا وسائل العصر صارت معناه تقدمنا. أما مو وسائل العصر في دوامة خاصة، في هالدوامة الخاصة صبح صادر صار صبح صادر صار انتهى كل شيء. هذا في طهران في الحقيقة، هالتنظيم اللي نظمت قصة ضد البهائية، هل خلص إلى العصر والكل يقولون هذا الشيء، هذا التنظيم وقف ضد البهائية، يعني ضد امتداد البهائية، لأن هذا كان من لغة العصر. لغة العصر فرد واحد جاني في كربلاء قال أنا في ألمانيا الغربية وأنا داخل في شبيب المسيحيين،
عشر ملايين عضو اكو في هاي الهيئة وفي هذه المنظمة. عشر ملايين عضو. أما أنا من يوم أول من جيت إلى الكويت إلى اليوم على أقل تقدير عشرة آلاف شاب مر علي. بين صلاة إجي، بين ديوانية إجي، بين أجل الاحتفال. نقول كلهم كما أن ينزل من السماء ثم يذهب إلى البحر. كم واحد منهم أنا مربوطين فيه؟ ما يجلس قرايب. 100,000 يجون وبعدين كلهم يروحون، خاتم يديه ولفلفوا شنو وشلون إجوا وشلون ما إجوا، أي ارتباط لهم. عند واحد من الشباب من هناك كان صار مسيحي. لا قول سيدي عبد أبارا قالوا وصلكم تعرفون أبارا صار مسيحي في جلسات وكذا رجعنا إلى الإسلام. شفتوه جاب موت شايف اليوم شفته بعدين خذ كتب وكذا وشي قال لي على أنه أنا هرب مرة رحت إلى هالكنيسة هالكنيسة بعد من كان صار مسيحي كان رايح إلى الغرب أمريكا وأمريكا صار مسيحي وجبناه يعني بالقوة جبناه من الخارج يعني. أقربها قال له على أنه تعال تكلم وياه قلت جيب واحد أتكلم جابوه أثناء تكلم منه الحمد لله واحد ورد يقول أنا فرد يوم عند الكنيسة اللي هنا أيام السبت يكون كنيسة أيام الأحد يقول من ذاك اليوم إلى اليوم بعد ست شهور لأن القصة ما قبل ست شهور إلى هسه أسبوعية تأتيني مناشيره أسبوعية يقول أول يوم اللي رحت شو اسمه شنو صندوقه صندوق بريده شنو وظيفته؟ تمام الخصوصيات أخذوني. بعد ذلك ست أشهر بعد ما رايح مرة واحدة لكن إلى اليوم يأتيني كتاب يأتيني مجلة تأتيني الدعوتية بالنسبة إلى احتفالاتكم وأعيادكم تأتيني ميدالياتكم وكتب ثلاث مرة رايح احتموا وصال العصر احنا يأتي إلى المسجد ألف إنسان في الحقيقة أنا ما أعرف منهم إلا 50 أو 100 إذا كنا نحن نأخذ بوسائل العصر وما أقول هاي الوسيلة الوحيدة هذا كان مثال أقول وسيلة إذاعة وسيلة تلفزيون وسيلة صحف وسيلة مدارس وسيلة بنوك وسيلة مستشفيات وسيلة مؤسسات من كل وسائل وسيلة سيارات تبليغية طائرات تبليغية أحيانا ما نتكلم مع الأصدقاء نحن نحتاج إلى طائرات تبليغية حقيقية وحقيقية طائرات تبليغية في العالم مثل النفايات أكو طائرات في مطار فرانكفورت في ألمانيا أحد أصدقاء كان رايح قال بمعدل كل دقيقة تنزل طائرة وتطير طائرة بمعدل كل دقيقة لماذا ما طائرة طائرة تنزل؟ لأن أحنا ما يهتم وقع الآن كثير من المدرسين في الخارج من المدرسين الكبار يقولوا بالطائرات يوقفوا يدرسوا من نيويورك يروح إلى واشنطن بالطائرة ويرجع بالطائرة أطباء الشكل هذا يوسف الغالب هنا هو عدد طائرة شخصية وهو قال لي أنا طبيب عائلتنا في نيويورك إلى الصبح نقوم نشوف السن مال أحد يخان يأذيه نركبه بالطائرة نزلنا هو ثاهم ويجتمع ويجي إلى بيتنا ويوانيات رحنا عزة في ذلك بزرسنا وغيرنا لماذا حدث الإنسان عادي طبيبه العائل في نيويورك والطائرة يقول ما عدد طائرة شخصية لماذا لا المسيحيين ما عندهم أو الإسلام أقل الإسلام يسفل ولا يسفل عليه أبو هذا الشيء كان ينزل على كل إنسان الإسلام يعلو الشيء الثالث أكو فرد مثل غير كلش جميل يقول أخبرني كيف تفكر أخبرك منها تفكر في الماء تفكر تفكر في السياسة أنت وزير أو سفير أو معارف تفكر في الفقه انت فقير احنا ما نفكر اصلا تفكر في شنو تقرا هالليله منبر حقيقه هالشكل اخبرني كيف تفكر اخبرك من انت في الحقيقه اذا نحن كنا نفكر في توسيع الدائره والنزول بمستوى واتخاذ وسائل العصر فكنا نبقى من الضروري علينا إذا أردنا التقدم حسب من الناس يريدون حسب من الناس يريدون ويؤلمهم تأخرهم إذا أردنا التقدم ثلاثة أشياء الشيء الأول العمل المستمر بالمستوى الشيء الثاني ورود أعصاب الشيء الثالث اتخاذ وسائل العصر في كل الشؤون المالية، الشؤون السياسية، الشؤون الاقتصادية، الشؤون الثقافية،
الشؤون التربوية كل مشروع. في زمان سيد البروجيتي الله يرحمه الشعب والعلماء صار قرارهم أن رجال الدين يذهبون إلى مجلس الشورى وذهبوا بالفعل. وأنا شفت أعضاء مجلس الشورى الأقليين، أنا شفتهم معهم قريب السيد في كربلاء رجال، أنا شفت الحقيقة. إذا كان في تفكيرنا نحن أن هذه الوسائل لنا وأن من هذه الوسائل يجب أن نوجه، وكنا أحرنا بهذا الشيء. الآن كانت بلادنا غير هذا الله، لكن أحدهم تكلم في المجلس، أحدنا يعني فرد واحد قام قال إجا مجلس الشورى الملي، إجا منبر نيس، زعل انسحب. هذا يحتاج إلى زعل. الرسول كان يوصفوه في نوح، أنا شخصيا شفت أنه كان قومه يشدون عينه ويصفعوه حتى تسيل أذناه دمع. مع ذلك العصر تيجي، مع ذلك قوات تيجي. كان قال له موضوع في المجلس، فلان جاء قال احنا مو منبر، احنا مجلس شورى. خلي يقول لك انا ما انتقد ذاك، انتقد نحن انفسنا اللي بنتحمل وسائل العصر. خلي يقول لك، خلي وصفك ركز فيك الى الهدف. واحد اخر بعنوان اخر زعل، واحد اخر بعنوان اخر زعل، واحد اخر كذا، ليش انفك انفك انفك؟ قال له اخذوها البناية فوق طلعوا منها. اللعيب لعبت هذا لا شك فيه، لكن هم مواحلاتهم كانت قليلة. فنحن إذا أردنا في الحقيقة فضل الله المجاهدين على القاعدين، الجهاد مو إلا ساعة الحرب. أحيانا أقسام من أقسام هذه الجهاد هذا أصعب وأصعب. أولا يجب علينا أن نعمل بالمستوى والمستمر عملا استمراريا بمستوى. الشيء الثاني هدوء أعصاب وبرود أعصاب إلى أبعد الحدود، حتى إذا صنعوا بك ما صنع بنوح، وإحنا نتكلم واحد ما قام لك في المجلس أو كذا، وإيه الأشياء اللي إحنا اعتدناها أصلا. الشيء الثالث أن نتخذ وسائل العاص. الآن إذا سمعنا أن الروس والأمريكان تحاربوا، روس جاء بالقنبلة الذرية والامريكان جاء بالسيف الثقيل المهند، شلون نحكم عليهم؟ نفس الواحد ابو على اعمى، نفس الواحد، لانه هم جاءوا باحدث وسائل العصر، نحن بقينا على سيوفنا القديمه. فاذا تمكنا من هذه الاشياء تقدمنا في الحياه وصرنا مصداقا لقوله تعالى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.